السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة طموح قمر. شرف هذا الفيديو كما تشاهدون معي الآن. سوف نعمل لكم شرح باللغة العربية عن كيفية تعمل أو التعديل على لوحة الترقيم على حسب المنطقة التي تسكن فيها. سوف يكون هذا الشرح باللغة العربية كامل متكامل. تابعوا معي يا شباب. فهنا تيمبلت، يعني كما تشاهدون معي هنا التيمبلت، يعني عملتها لكم. الآن سوف نذهب إلى المود، وهذه الملفات التي ترون يعني حقوق للشخص اللي قام بالتصميم أو برمجة هذا المود. فنحن سوف نقوم فقط بالتعديل أو التغيير اللوحة الترقيم خاصة بنا. سوف نذهب إلى Vehicle، وسوف نقوم بإضافتها هنا في صفحة المكتب، ونعدل عليها. نقوم بالضغط هنا، نقوم بتصغير هذا البرنامج، نقوم بالضغط هنا ساندو اديتور كما العادة، ونقوم بكتابة مثلا هنا شيء اللوحة. نقوم بكتابة مثلا هنا 33 مدينة أكادير، ونقوم بكتابة هنا يعني رقم عشوائي مثلا، نغير شوي هذا إلى الوسط شوي، سوف نعمل لها يعني إضافة أولا، يعني استخراجها على شكل صورة بإنشي. نقوم بإضافتها في سطح المكتب، ونغلق التمبلت خاص بنا، ونجلب هاي الصورة نحطها هون. تم الإضافة بنجاح. نقوم بالضغط هنا، نضغط على البارتية أو ما يقولون لها سيف رولد افتر إديت، فهي تم التغيير. ونقوم بالضغط على سيف، ونحطها يعني دي اكس تي 5. نعم، نقوم بإغلاق برنامج الفوتوشوب. الآن عدلنا عليها، ها هي. نذهب إلى المود فيكل، تراك، نقوم بحذف هاي، ونقوم بإضافة جديدة اللي صممنا عليها أو قمنا بالتغيير عليها، ونقوم بإضافتها في مجلة التلمذة اليورو تراك، وندخل إلى اللعبة أو ندخل للعبة. والآن نذهب إلى مود مناظر كما العادة، ونقوم بإضافة هاي المود كونفين. كما ترون الآن يعني 1033 4562. كما تشاهدون معي الآن هو المود يعني تم أو قمنا بعمل يعني لوحة الترقيم خاصة ببلدنا أو خاص بمنطقتي الآن التي أسكن فيها. سوف نذهب إلى الوراء حتى نرى يعني هل تمت بنجاح أم لا. تمت بنجاح 1033. أتمنى يعجبكم هذا الشرح، ولا تنسوا الاشتراك في القناة، ومرحبا بكم، وقوموا بعمل يعني المشاركة الفيديوهات مع أصدقائكم. دمتم سالمين، نلتقي في الحلقة الجاية إن شاء الله.